فعلى المؤمنين جميعا أن يتحسسوا روابط الأخوة بينهم ويستشعروا وحدة الهدف، وأنهم جميعا وفد الله تعالى وعياله، وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله كما استفادت بذلك النصوص، وأن كمال هدفهم إنما يكون بمواساة بعضهم لبعض، فيعود غنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وعالمهم على جاهلهم، إلى غير ذلك. فإن صلة بعضهم لبعض صلة لله تعالى الذي كرم المؤمن وعظم حرمته، وهو الذي إليه وفدهم وعليه أجرهم. وفي حديث أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: من قضى لأخيه حاجة فبحاجة الله بدأ، وقضى الله له بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والحديث طويل في تفصيل ذلك.